طلاب راح أكمل النوع الثالث من البابلي اللي هي السيركمفاليت بابلي، الحليمات اللي تكون شكلها دوم شيبد مثل القبة كأنما. أيضا نذهب على الرسم، هذه هي السيركمفاليت بابلي، هذه الحليمات. هذه السيركمفاليت بابلي ار دوم شيبد، شكلها مثل ما تلاحظ باوع. هذه بابلي، هذه حليمة، هذه حليمة يكون الشيب مالتها الشكل دم بشكل كأنما مثل القبة. طبعا each bubbly، كل حليمة، هسه هذه حليمة مثل ما تلاحظها، هذه حليمة، هذه circumvallate bubbly حليمة. each bubbly is surrounded by what like invagination، لاحظ كل حليمة محاطة ب surrounded by what like invagination، محاطة بأخدود مثل ما تلاحظ، أخاديد تحيط بها من الجوانب أخدود. هذه الأخاديد lined by stratified squamous epithelium، ألاحظها مبطنة بيش مبطنة؟ مبطنة بالستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم، بنسيج ظهاري حرشوفي مطبق مثل ما تلاحظ، هذا اللي هو اللي يكون دارك، هذا نسيج ظهاري حرشوفي مطبق، فهذه الموت تكون مبطنة بهذه النسيج. هذه طبعا السيركمفاليت بابلي contain large number of taste buds، ايضا تحتوي على عدد جدا كبير وهائل من براعم التذوق، تلاحظها هذه اعداد كبيرة من براعم التذوق، كل واحد يمثل تيست بود، كل واحد مؤشر عليه يمثل لك تيست بود. تلاحظ التيست بود، لاحظ التيست بودز براعم التذوق اكستند ثرو ذا ثيكنس اوف ابيثيليوم، ممتدة براعم التذوق يعني على امتداد الابيثيليوم، او مثل ما نقول خلال الابيثيليوم، متغلغلة ضمن طبقة الابيثيليوم، تلاحظها ممتدة. ايضا هنا عندك بالفونجي فورم تلاحظها تمشي او ممتدة على امتداد طبقة الابيثيليوم اللي هي الطبقة الظهارية. هذا النوع الثالث. النوع الاخير من البابلي الحليمات اللي هو فولية بابلي، الحليمات الورقية. هذه الحليمات شوف شكلها شلون يكون، هذه الفولية تلاحظ الشيب مالتها شلون يكون كأنما مثل الورقية، الشكل ورقية. أيضا تحتوي على التيست بودز، براعم التذوق متواجدة عندنا مثل ما تلاحظها، براعم التذوق التيست بودز covered by stratified squamous epithelium، أيضا ألاحظها مغطاة بهذه الطبقة الظهارية الحرشوفية المطبقة أو المكونة من خلايا حرشوفية مطبقة. طبعا راح نتعرف على البوزيشن مالتهم على التونك، هذه كلها تمثل هيستولوجيك او تيشو سيكشنز، مقاطع نسيجيه، تيشو اور هيستولوجيك سيكشن، مقاطع نسيجيه. راح نتعرف على البوزيشن مالتهم على التونج، على الدورزال سيرفيس اوف تونج مثل ما تلاحظ. لاحظ البوزيشن مالتهم، لاحظ الفنجي فورم وين يكون البوزيشن مالته اللي هي الحليمات الفطريه. طبعا هنا أنا بالبدايه بس ما مذكوره، هنا أنا عندي الفيلي فورم بابلي اللي هي الحليمات الخيطيه، اول تايب اللي هو لاكتيست بودز اللي ذكرت انه قلت يفتقد اللي البراعم التذوق، هنا أنا تتواجد الفيلي فورم، فوقها او يعني علوها الفنجي فورم الحليمات الفطرية مثل ما تلاحظ، هذا البوزيشن مالتها. عندك السيركمفاليت اللي هي النوع الثالث مثل ما تلاحظها، اللي قلت لك دوم شيب، شكلها مثل القبة، لاحظ الشيب مالتها شلون واضح. وعندنا الفولية بابلي الحليمات الورقية aligned at the dorsolateral angles of tongue، الفولية مصطفة على الجوانب التونج، على جوانب التونج مثل ما تلاحظ، هذه فوليت من هالجهة، من هذه الجهة الأخرى أيضا ألاحظ وجود الفوليت بابلي الحليمات الورقية، إذا ألاحظهم مصطفين على الجوانب والأنواع الأخرى، هذه مثل ما وضحت لك إياها. الفيليفورم أول تايب اللي هو الخيطي متواجد هنا بالبداية، ببداية التونج مثل ما ذكرت لك، لاك تيست بوز
يفتقد براعم التذوق، فهو وظيفته مثل ما ذكرت لك giving the tongue its texture، ينطي قوامه. بنفس الوقت أيضا يذكر يقول أنه الفيليفورم بابلي responsible for the sensation of touch، أيضا يعني الإحساس لللمس أو يتحسس اللمس، تمام. أيضا هو للsensation، الإحساس للtouch، اللمس إذا يلامس فد شي فهو يتحسس له. هذه البابلي، هذه الحليمات بشكل جدا مبسط. راح نتعرف على نذهب إلى الجاسترو انتستينال تراكت، اللي هي الجاسترو انتستينال تراكت اللي هي القناة المعدية المعوية، ونتعرف على اللايرز المكونة لها إن شاء الله في الفيديوهات اللاحقة.